أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة، اخترنا لكم اليوم السيد محمد جمال الشامسي صاحب مطعم مونو. تشرفنا فيك أستاذ محمد. مطعم بصراحة جميل واستقبال أجمل. حابين نتعرف عليك ونعرف السادة المشاهدين عن الأستاذ محمد جمال. باختصار لك محمد جمال الشامسي صاحب مطعم مونو. أول شيء أشكرك على الإطراء على المكان. ثاني شيء بالبساطة إن شاء الله فكرة المكان بدأت بكل بساطة من قبل تقريبا 3 سنوات. شفنا إن في وايد نقص في هذا الجانب في السوق في مطاعم الإيطالية بالذات، إن الناس مش عارفة شو هو الأكل الإيطالي. صحيح. فقررنا شريكي تقريبا قبل 3 سنوات قبل الجائحة نروح لإيطاليا ونزور كذا مدينة، من كل مدينة اكتشفنا شو بيميز كل مدينة وشو الأكل المميز فيها، وقررنا نجمعها كلها بطريقة صح والاختيارات الصح من كل مدينة ونقدمها في مطعم واحد. ما شاء الله، يعني بنقدر نقول إنه من المصدر دايركت، ما في اي نحن نتكلم كني حالي. احنا شو سوينا بس مش مصدر، جبنا المكونات من المصدر فقط، لا حتى الشيف نفسه ايطالي. ما شاء الله. تتكلم عن الشيف ايطالي، تتكلم عن المكونات كلها تسوى في المكان نفسه، الشيف نفسه هو يسوي هالاشياء، هذه مكونات من الصفر. يعني اغلب الناس يكون ما تعرف هذه المعلومه. صحيح. بس الباستا اللي بتاكلها انت او البيتزا او اي مكان، اغلب الماك تاكلها تكون جاهزه، تحط فوقها بس بعض المكونات وتتقدم وخلص. اما احنا عندنا لا، كل شيء يتقدم من الصفر، يتسوى من الصفر، من عجين، من طحين، من اي شيء، كل شيء يتسوى عندنا من الصفر لين ما يتقدم نوصل لطاوله الزبون. يعني ما شاء الله فروم اي تو زد على الطريقه الايطاليه. كلهم ميت، يعني كلها ان هاوس. ما شاء الله. خبرنا اكثر عن سبب اختيارك لاماره دبي انك تبدا فيها مشروعك الخاص. شوف اماره دبي، خلينا يعني انا مواطن في هذه الدوله، دبي والامارات بشكل عام انا اشوفها انه مجال كبير للاستثمار لاي شخص، او حتى مش بس مطاعم، في اي مجال من الاستثمارات. طبعا. لان نتكلم عن اكثر مدن في العالم فيها تنوع جنسيات، فتقدر تضرب على اي مجال من المجالات او اي جنسيه او اي دوله تجيب منها شيء يمشي معك هنا. صحيح. فهذا اللي انا اشوفه ان الاستثمار في دبي دائما ناجح. اكبر دليل ان انا استثمرت في هذا المكان تقريبا قبل سنه في وسط الجائحه، والحمد لله رب العالمين المكان مشى وقدمنا نجاح كبير الحمد لله رب العالمين، ونفتح لين الحين، واكبر دليل ان الناس هي تتقبل هالشيء. هذا الحلو في دبي، الاستثمار في دبي الشعب او الناس او السكان نفسهم يتقبلون اي شيء جديد عليهم. ما شاء الله عنكم. طبعا نتمنى دائما النجاح والتوفيق ان شاء الله لحضراتكم. حابين نعرف اكثر عن نوع المأكولات اللي بتقدموها في مطعم مونو. المأكولات يا طويل العمر ببساطه احنا نقدم اكل ايطالي اصلي بسيط، كانه على قولتهم يسمونهم الاكل البيت. بس اكل البيت شو ايطالي؟ يتقدم عن طريق الشيف اللي يمكن الناس اللي تشوف في المطاعم تعرف هالشيء، شيف ميشلان ستار اكسبيرينس، شيف على مستوى جدا عالي، يقدم لك مأكولات فاين دايننج ما يسمونها بالمختصر، مفيد في المجال في سوق المطاعم الفاين دايننج، بس في مكان بسيط وكاجوال، واكل على مستوى جدا عالي وشيء يناسب الجميع، والاكل يناسب كل الجميع. فهذا اللي شفنا مميز في مونو، ان احنا قاعدين نقدم اكل واشياء كواليتي جدا عالي في مكان جدا كاجوال وبسيط وجميل وسهل للجميع يوصل، عكس المطاعم الفاين دايننج بشكل عام تحصل فيها حجز وتتصل وتدور وهذه واسعارها جدا مبالغ فيها. صحيح. هذا هو الفرق بيننا نحن وبينهم. صحيح. طبعا سوق دولة الامارات العربية دبي بالتحديد سوق في منافسة شرسة في جميع المجالات، سواء مجال المطاعم، سواء مجال العقارات، سواء مجال حتى مقاولات بناء، المنافسة شرسة، لازم يكون عندك تاتش مميز، خبرنا عن المميز عندك. مثل ما قلت لك التاتش المميز جدا، وهذه انا واثق فيها 100% حق اي شخص بيشوف هذا اللقاء ويشوفه وحتى بيجيني، واثق انه بينعجب في الشيء، لان انا اقول لك أنا الشيء المميز عندي انا اقدم لك الشيء من الصفر. يعني اتكلم لك عن عجينه، عن حتى الباستا، انا بشكل عام الناس بتعود على الباستا شو؟ ان الباستا تاخذها جاهزه تقلي طبعا تروح في الماي وتقدم، نحن لا، نحن حتى هذه العجينه بس نسويها عندنا ما شاء الله، كل شيء يتقدم من السكراتش، مثل ما ان شاء الله بعدين تشوف تسوون الناس في المكان، حتى الفرن كل شيء ماخذينه نحن من ايطاليا وجايبين كل شيء مميز، حاولين قد ما نقدر نميز نفسنا عن الغير، اغلب الناس تحاول او نقول تستتبع الطريقه التقليديه. احنا قاعدين نجيب كل شيء، بس نجيب التقليدي، بس التقليدي الصح، الطريقه اليد الاصلي، الطريقه الصح في تقديم الامور والوجبات حق الناس، وهذا اللي اشوف انه يميز مونو. انا واثق اي حد بيمر هالمطعم ان شاء الله بيعجبه
وايد بينبهر بالاكل لانه بيشوف شيء يعني حلو جميل بسيط لازم الجميع. اكيد طبعا، حتى احنا احسسنا في مثل ما حضرتك حكيت بالبساطه اول ما تدخل من باب المطعم. خبرنا اكثر عن هدفك وهدف مطعم مونو. شوف هدف مطعم مونو ما مستحيل اقول لك مش ربحي، اكيد احد يفكر انه يربح، بس طبعا الهدف الاساسي من المطعم والله العظيم اني مش ربحي. الهدف المطعم اني انا اسوي براند، اسوي اسم، علامه تجاريه في السوق، جديده على السوق. بس بدل ما اسوي علامه تجاريه تقدم باستا والبيتزا وهالاشياء بالطريقه اللي نقدر نقول مش الكوميرشال، اقول لك الكوميرشال، انا مش لا انا هدفي اني اسوي براند وماركه ما تقدم الكوميرشال، تقدم بطريقه صح، طريقه صحيحه، بطريقه قلت بالانجليزي اوثنتك، طريقه توصل للناس صح والناس تعجب الناس وتوصل لمرحله. انا هدفي هذا اول فرع عندي، بس هدفي اني اوصل هذا البراند يكون اسم ان شاء الله على مستوى الخليج، وحتى ان شاء الله قدرنا ليش لا على مستوى العالم، وهذا طموح اي شخص في الدنيا. يا رب طبعا نتمنى لكم انكم تتوسعوا مثل ما حكيت حضرتك عالميا وليس فقط خليجي او محلي. طبعا نعمد الامن والامان في دوله الامارات العربيه لازم نتكلم عنها ونتكلم عن هذه النعمه اللي انعم علينا رب العالمين. هذه عليها. نعمه كيف اقول لك عنها يعني عشان تسد ما اعرف شو اقول، بس انا كمواطن خلى حتى الاستثمار على صوب. انا كانسان انا اقول لك ان فتحت هذا المشروع قبل سنه تقريبا، كنا في وسط الجائحه وما خفت. ليش؟ لاني انا كنت عارف انا وين بفتح، وعارف انا وين بشتغل، وعارف انا وين قاعد استثمر نفسي واستثمر فلوسي. استثمر فلوسي من مكان أرض خصبة. أرض خصبة، دولة ما تقصر. يعني إحنا نتكلم عن هني عن أي حد يستثمر هني، الحكومات ولاها أو كلهم، الحكومات والوزارات والوسائل كلها سهلة حق الشخص إنه يستثمر في هذا المكان، يقدر يحط فلوسه بأمان لأن أنت واثق من المكان. يعني الله بعد عنا الشر، ما صعب إنك تخسر فيه لأن صعب إنك تحس حلو في منافسة شرسة، بس صعب إنك تطيح فيه لأن السوق كبير جدا. صحيح. وأنت مدعوم من كل الناس فيه. بالفعل. طبعا الامن والامان هو نتاج عمل لهذه الحكومه الرشيده وشيوخ دوله الامارات، حابين نوجه لهم رساله شكر من منبر برنامج رواد الاعمال. يعني انا يمكن اكثر شخص اقدر اقول هالشيء لان انا انسان، حتى هذا المشروع لقيت دعم من مؤسسه محمد بن راشد لدعم شارع الشباب. هذا اكبر دليل ان احنا هنا حكوماتنا وشيوخنا وحكامنا وقائدنا ما قصروا ابدا في هذا الشيء. طبعا حاب اشكرهم على هذا، انا واكيد كل مواطن في هالدوله مستثمر او غير مستثمر يشكرهم على هذه النعمه اللي نعمه الامن والامان ونعمه ان انت تقدر تحصل فرصه بس هذه. بالفعل. يعني يمكن وين تحصل دوله في العالم نسبه المواطنين فيها اللي يستثمرون ويشتغلون فيها ويفتحون فيها مشاريع قد الامارات؟ مستحيل. بالفعل مستحيل. طبعا نوجه رساله شكر لجميع شيوخ دوله الامارات العربيه المتحده. في نهاية اللقاء بنحب نشكرك على ظهورك الجميل معنا واستقبالك الأجمل. في نهاية لقائنا حابين نعرف كيفية التواصل والوصول إلى مطعم مونو. وصول لمطعم مونو التواصل فيه بعد طريقة فيها كلها عندنا أرقام، وعندنا مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو انستغرام والفيسبوك موجود، ومثل ما قلنا حتى الأرقام موجودة في أي وقت الناس حاضرين تشاركونا وتدورونا وتزورونا إن شاء الله. طبعا أعزائي المشاهدين جميع وسائل التواصل الاجتماعي وأرقام التواصل أيضا ستظهر أسفل الشاشة. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.